السلام عليكم، ولا أقول لكم السلام عليكم. أشتي أنا بس أشتي أكون خفيف، مش أكون عليكم ثقيل، أشتي أكون زي الإمارات صارح مروح. بس ما يزعل مني المخرج، ولا أنا قد أنا ضابح أشتي أروح. من زعلكم يا الربع؟ هذا الناس اللي كانوا متفرنسين كده قررتوا تروحوا؟ إيش؟ ما راحوش؟ ما راحوش؟ طيب وكيف رجعتوا؟ مش علمتوا هنا وهنا إنه خلاص جيم أوفر؟ شن السالفة يا الربع؟ في خطوة غير مسبوقة تعني تفكك وتصدع ما يسمى بالتحالف العربي، وبعد ساعات من هذه التصريحات خرج قرقاش مجدداً في تراجع واضح عما سبق إعلانه. الظاهر أن الإماراتيين كانوا بس بيلعبوا بأعصاب المسيرة عشان يرتفع منسوب التفاؤل وبعدين مطرق. خلاص عند المسيرة التحالف انهار وانتهى، ولو يزروا قليل وبالفليتة بس كذا قليل يقوي قلبه، ما بيجي العيد إلا وهم يعلنوا الوحدة الحوثية مع جمعية الوفاق البحرينية ويعينوا عبد الحميد دشتي رئيس الوزراء. ولا كيف يا أبو ظبي؟ المشكلة إنه ما فيش حد هناك تسأله. ساعة العاقل حقهم يكون هذا، وساعة يكون هذا، وذولا مدعممين، وهذا غطس ولم يعد يسدوا ما علينا. عموماً بعد التفكير العميق، يا إما أنكم تخارجون حنا، تخارجون حنا في الجزيرة العربية، يا إما تتفضلوا معنا الحمار الداخل، وغير كذا ما بيتم. بدأت الهدنة قبل أشهر، قلنا خلاص تجار الأكفان باتقرح لهم إلا بورة. لكن أبداً أبداً يا مؤمن لا تدعي بما ليس لك به علم. وكيلكم الله، وكيلكم الله، الشغل شكله تضاعف أرزاق. هم قالوا هدنا من هنا وهي ولعت من تحت من كل اتجاه، والكل مستمتع بالتمثيل ويقرح لك شغل مش بس عند تجار الأكفان، إلا عند كمان قناة المسيرة. يعني كذا كان قبل الهدنة 40 أو 50% من النشرة تشييعات وهي حرب. الهدنة جت من هنا وتطلع نسبة التشييع في النشرة 3/4. يبدأ المذيع من باب النشرة ويقرح وحدوه وبالدرزن. 12 شهيداً مقداماً تتعطر الأرض بجثامينهم وتستنشق السماء ذكاء ريحان أنفسهم، سقطوا في جبهات العزة والشرف وهم يسيرون بالأمة نحو العزة والكرامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما لباس ما لباس احترموا الهدنة ولو مرة واحدة. وذولا ولا بيسألوا وين قرحت رؤوس عيالهم، زهقانين منهم للدرجة ذي. ابن أخي قد قدمنا من قبله 5 شهداء وسوف نقدم المزيد والمزيد في سبيل الله وفي سبيل هي حاجة من الحالتين، يا إما هو خراط واللي وراه ما عقبهمش كلامه، يا إما أنه كلهم مفصولين وتجننوا. يلا يلا نشوف اللي بعده. قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أننا سنسير على نهجه وسنقدم الشهيد تلو الشهيد. كيف كيف؟ على نهج مين؟ قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هي ضحكوا عليك يا صاحبنا، والله أنهم زادوا عليك، شكلك فاهم الموضوع غلط. يا إما أنك منتج داري بعبد الملك الحوثي، يا إما أنهم زادوا عليك وقابوا لك واحد ثاني. هذا الشخوة بالقرف، والله ولا خرق ولا عاد بيظهر على رجال. متحقب ساع إبليس في رمضان، عادوا إبليس ساكت في رمضان ومراعي للعيد. أما الحوثي ما خلى خلق الله يصوموا ولا خلاهم يفطروا. رمضان كغيره من الشهور فعاليات مستمرة ضد العدوان لا يهدأ فيها الشعب اليمني أو يتوقف عنها. هيا شفتوا قال لك لا يهدأ، أي هدوء محتمل معناته تنكشف عورة الحوثي. الناس يشتم الطلبة حياة وهو لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. أشغلوا خلق الله في أنفسهم، واللي ما يحضرش أو يحاول يتجنبهم على طول عضو طاعشي. تصومون وتدفعون لأمانكم إلى الجبهات، تصومون وتجمعون الأنفال، تصومون وتتحملون لفقرائكم. هذا هو الصيام وهذا هو شهر رمضان. هذا هو الصيام، هذا هو رمضان. انتوا بس يا قبائل
اسمعونا انتوا بس يا قبائل عشان تعودوا الصيام خرجوا اللي بالقيوب، ودوا عيالكم فين؟ ودوهم القبهات عشان تطعموا الصيام، تطعموا البسبوسة، تطعموا السمبوسة، تطعموا كل شيء، كله عشان مين؟ عشان خاطر عبد الملك. قاعة طويلة عريضة وكلهم مخزنين ومركزين، ولا واحد سأل القاوق هذا اللي بيتكلم انت ليش ما تروحش تقاتل على ابن عمك الحكمة؟ مش اللي انتم عيال قاوقات زي بعض؟ ولا واحد سأله ليش أمورك تحسنت يا صديقي؟ رجعت كده تلبس جنبية باتنين مليون؟ رجعت تكوي حقك التوب مع أنه ما فيش كهرباء؟ ليش ليش؟ وكمان رجعوا يصرفوا لهم خواتم. ليش بس القبيلي مطلوب منه يضحي والهاشمي لا؟ قلت لي هذا هو رمضان. طيب وانتم ماشي عليكم رمضان يا حوثة؟ ولا رمضان بس إلا على عيال القبائل؟ الموت لعيال القبائل بس، ها؟ والشهادات إلى الجنة توزعوها لعيال القبائل. وانتو يا قاوقات ما تدوروش شهايد، ما تدوروش جنة؟ تتوقعوا إنه حسن زيد بيرجع ابنه من بريطانيا ويترك الدراسة عشان يدافع عن الوطن؟ ولا بس ابن مصلح وحمادي والمطري وذو القرنين وأبناء عيال سريح وعمران يموتوا عادي علشان الوطن؟ طيب هذاك حسن زيد. طيب معنا المقالح، تتوقعوا المقالح بيرجع ابنه الأول من أمريكا والثاني من إيران يدافعوا عن الوطن ولا ما همش رجال مثلا؟ طيب وعيال عبد الكريم الحوثي وأخوان عبد الملك الحوثي، تتوقعوا أنهم بيروحوا يقاتلوا في نهم والبيضة وتعز ولا بيقاهدوا مع الرطب الرطب قام هاشم شرف الدين؟ مسكين القبيلي بالمزيد والمزيد. بيصحى هذا الشعب، بيصحى وبيعرف من فرض عليه الموت ويومين خلاه يقاتل الأخ أخوه. بيصحى يا حنشان الضمار طال الزمان أو قصر وش ولا نخص. أين تعيش حنشان الضمار؟ حنشان الضمار ما نعرف صح الله مش داري حنشان الضمار أين الشارع؟ الشارع جنب هذه؟ لا ما هي ثاني. حنشان الضمار في الجبال. حنشان الضمار تعيش في الظلام الغابات في الخلاء. وين؟ في الرمال تعيش في جحور الجبال. فين حنشان الضمار؟ وفي المحلات الباردة في الأضغال. هذا تكون في الهمين الوديان، الهمين المي اللي فيها المي والنبق. حناش الضمان الرمال الصحراء. الصحراء حنشان الضماء تعيش في الصحراء في الصحاري بطن. في البطن تعيش في الصحراء في الغابات في الجبال. انا عرفت وين بالضبط في الجبال. اكيد الحناش في الجبال حتى ما يوجد اي ماء. الحناش ما بتعيش في فيلا. لا لك في الجبال اللي ما توجد فيها اي ماء. مالك يا حرازي سؤال صعب الناس ما عرفوه. منطقه ولا لغز؟ لا في منطقه. منطقه هو تبغينا منطقة هي تعيش فيها. تعيش من بلاد، تعيش من بلاد، تعيش من منطقة. نقول في أفريقيا. منطقة ما عرفنا المنطقة. ثمود. أفريقيا. في سقطرة. ثمود. لا ثمود. سبامة. هذه تعيش من قد العبر، من قد الخشعة هناك، وأنت رايح ربع الخالي هناك. منطقة في العبر، في الصحراء. في الغيل نفسها. لا الغيل إلا حنش عادي. عادي. من اللي يقتل. الغيل ما شفنا حنشان. نوع خطير. قاتل تقريبا. قاتل فعلا. هذا كده واضحة في ربع الخالي. هذا ناطف في رماح في ضبعات في وعشة في منطقة. في صوت. وين؟ الله سمعت منه في صوت. ضبط وين؟ ضبط. ما حد عرف وين تعيش حنشان الضماء. ونفس الشيء بنقول لكم ولا نخص.